بسم الله الرحمن الرحيم. يسأل عن قضية الدعاء على المعين، والأيام هذه يدعى على بعض المعينين، هل الدعاء المعين لا بأس، كل من ظلمك فيجوز أن تدعو عليه. نعم. لكن هناك دعاء وهناك لعن. طيب. بينهما فرق. أن تقول اللهم عليك بفلان. نعم. ممن أذاك أذى خاصا. نعم. أو أذى المسلمين أذى عام. نعم. فهذا لا بأس به. اللهم عليك. والله تعالى يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وهذا نوع من الظلم. فدعاؤك عليه. نعم. بما يستحقه. نعم. هذا طيب. لكن أقول هنا. نعم. إنه أحسن ما تدعو به على من ظلمك. نعم. وتتجنب به الاعتداء في الدعاء. نعم. أن تقول اللهم عليك به أو اللهم جازه بما يستحق. هذا نحتاج نتعلمه يا شيخ. هذا كمال العدل. نعم. هذا عدل. هذا كمال العدل الذي ينبغي أن يتحلى به. نعم. المؤمن. نعم. أما ما يتعلق باللعن فاللعن شأنه كبير. نعم. وأمره ليس كسائر الدعاء. نعم. لأنه طرد من رحمة الله تعالى. هذا اللعن اختلف العلماء فيه، هل يجوز لعن المعين أو لا على قولين، سواء كان مسلما أو كافرا. طيب. النبي صلى الله عليه وسلم لعن طوائف. نعم. من المشركين، فأنزل الله مع أنهم ظلموا، أنزل الله تعالى قوله ليس لك من الأمر شيء. اللهم صل. ليس لك من الأمر شيء حتى تسب وتلعن، ليس لك من الأمر شيء. يعذب. يتوب عليهم أو يعذبهم. ليس عليكم من الأمر شيء، يشاء يتوب عليهم أو يعذبهم. أي يتوب عليهم أو يعذبهم. فإنهم ظالمون. نعم. حكم الله عليهم بالظلم، لكن منع النبي صلى الله عليه وسلم من لعنهم، ولذلك لم يلعن النبي صلى الله عليه وسلم معينين بعد هذا النهي من رب العالمين. فينبغي للمؤمن أن يحجب لسانه عن اللعن، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن باللعان ولا بالطعان ولا بالفحش البذيء، وقال اللعانون لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم لما قيل له ألا تدعو على المشركين، ألا تلعن المشركين، قال إني لم أبعث لعانا إنما بعثت رحمة. هذا يمكن أن يقال أنه في حال عدم الظلم، عدم ظلمهم. لكن إذا ظلموا، نقول حتى إذا ظلموا ينبغي أن تدعو عليهم بما يستحقون دون اللعن المعين للشخص المعين. أما اللعن العام فإنه قد لعن الله تعالى المشركين، ولعن الله تعالى الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ولعن الله تعالى الذين قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم، وأخبر قالوا إن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. عام. فاللعن العام لا بأس به، لكن اللعن الخاص هو الذي ينبغي أن يتقيد فيه الإنسان بضوابط الشرع، على أن من أهل العلم هنا حتى نتم